من المواضيع دي خلاص. تحترمني احترمك، انما اللي يحصل في الـ في الـ في السودان هناك ده من الجزائريين ده غير مقبول بالمره. مفيش مصري يقبله، مفيش مصري يقبله. مصر استاذ علاء اغلى من اي حد. اه طبعا. لا 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 يقبل، لا يقبل. يطلع الجزائري يقول لك السفير جزائري في حد قال له خلي بالكم عشان انتوا كده الاستثمارات المصريه هناك، الاستثمارات بيخرب. يقول ايه السفير؟ استاذ علاء انا عايز اقول لك ان الاستاذ نجيب ساويرس من 3 ايام طلع عمل مؤتمر صحفي قال انا خسائري 10 مليون، طلع وزير الماليه تاني يوم قال انت عليك 600 مليون دولار ضرايب. طب ده يعني ده شيء ايه؟ انا عايز افهم. طبعا ده تلكيك قلت لك كله، يعني راجل راح يستثمر هناك وفاتح وبيشغل وبيعمل. ما بقول لك ده بيقول لك على يعني اللي جواهم، اللي جواهم كله حقد وغل، ومفيش الحب ده مش موجود للاسف الشديد. يعني استاذ علاء لازم كشعب ناخد نقف بقى، ناخد وقف. لا احنا ما نقبلش كده. استاذ علاء جثث، ترى جثث ايه؟ الخارجيه بتاعتهم هنا السفاره طلعت ريبورت ان في جثث، وقلنا ايه الجثث؟ انتوا بتهاجوا الناس، فين جثث وموتى؟ ده انا بحيي الشعب المصري وبحيي. انا كنت في الاستاد في ال 80 90 الف اللي كنا هناك. كابتن خالد مفيش ورقه اترمت في الاستاد. انا كنت موجود في الاستاد يا استاذ علاء. دي وبتشجع الفرقه وبمنتهى الاحترام والحمد لله كسبنا وكان ماتش جميل وخرجوا بمنتهى الاحترام، ما حدش عمل حاجه. ده كله تلكيك وبعدين حقد. انا اقدر افهم، مش انا اعذرهم، في نوع من العقده مصر، الحقد والغيره من مصر لاسباب كثيره في مجالات كثيره. هنعمل ايه؟ معلش نصيبهم كده، هنعمل ايه؟ معلش يعني. استاذ علاء يمكن اكد الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضه الجزائري، قال جيار في تصريحات الاذاعه الحكوميه يوم الخميس ان الجزائر استحقت تاهل المونديال، مشيدا بالتصرف المثالي للمشجعين الجزائريين في العاصمه السودانيه قبل واثناء وبعد المباراه. ده وزير الشباب والرياضه بيشيد بالتصرف المثالي اللي هو ضرب المصريين. تصرف مثالي؟ لا برافو عليه، هو مش عارف بيتكلموا الجماعه دول دي. يعني هل التصريح ده يعني هو بيتكلم فيه هو في وعيه ولا مش في وعيه؟ مش عارف الناس دي. ما هو اي كلام بقى كابتن خالد، ما احنا كنا كلنا هناك بقى. اي كلام بقى، كل واحد يطلع اي تصريح وتهديد يقول لك الاستثمارات في مصر، هو هيخوفونا يعني. اداء ايه يعني؟ ما احنا كلنا كنا شفنا فين الاداء. وده مش جمهور الجزائر، ده مش جمهور الجزائر بتاع الكوره، مش ده جمهور الجزائر بتاع الكوره. جمهور الجزائر بتاع الكوره اللي بنشوفه على عيني وراسي، انما اللي كان في السودان ده مش جمهور كوره. دول مرتزقه وللاسف شويه سيع وشويه مرتزقه جايين كلهم بسنج ومطاوي، وحتى حد من اللي معانا جاب لي عصايه بتاعت العالم وحاطين فيها مسامير. احنا فين يا جماعه؟ احنا فين ده؟ احنا ده في ادغال ولا جاي رايحين نلعب مباراه؟ ولازم الفيفا، لازم احنا نكتب وهنقدم الفيفا. الفيفا بس مش تيجي وماتش ولازم يكون لنا موقف يا استاذ علاء ضد الفيفا لو ما خدش قرار. اربع خمس سنين لازم الفيفا بقى ونبقى احنا لنا موقف. لا شوفوا بقى شوفوا بقى نتيجه المباراه دي والارهاب اللي التعارض والضغط اللي اتحطت فيه اللعيبه والجماهير قبل وبعد المباراه. يعني ما لازم يبقى في وقفه يا كابتن خالد صراحه، لان كفايانا بقى. انا اول مره اتكلم في البرنامج بس الواحد خلاص عشان راح وشاف وعلى اخره خلاص. يعني حرام، ما ينفعش احنا كمصريين نفضل كده، لازم بقى نقف ونقول كفايه. استاذ علاء انا الخط ده وتقرب جنب كرامتي كمصري وكده، انا متاسف حديك على دماغك. كفايه بقى ام الدنيا، وكفايه بقى اللفظ بالعروبه. العروبه هو اللي يحترمني يا استاذ علاء. لا عروبة بس انا مع اللي شفناه من الجماعه الجزائريين هناك دول. ما تقوليش بقى ويطلع واحد يقول لك اه بس معلش وندي ورده لكل حاجه وبعد كل ده برضه انا هشجع الجزائر وانت هتشجع يا جماعه. بس نصحى شويه، هم ماسكين علينا زله؟ هم ماسكين علينا حاجه عشان نقعد نطبطب كده؟ هنطبطب لغايه امتى يا جماعه؟ ما ينفعش. ما عندنا الاخوه في الخليج بنلعب ماتشات معاهم في السعوديه وفي الامارات ومنتهى الاحترام ومنتهى الذوق والاخلاق وناس على اعلى مستوى. يعني ما علاقتنا كلها مع كل الدول في الرياضه حاجه يعني حاجه تفرح. الا الحته دي دايما من، وانت عارف يا النابه وكلكم اسال كل الرياضيين بتوع كره اليد والقدم وكل ماتشات في الجزائر بيعملوا فينا ايه؟ بنتضرب وطوب وبنتبهدل وبنتشتم والامن بيضربنا هناك وبنسكت بقى لنا سنين. هنفضل لامتى؟ لامتى مشاكلنا ومنتخباتنا مع الجزائر المشاكل دي وبنسكت؟ ما ينفعش يا كابتن. استاذ علاء قلت عليك بس انا قلت لا انا ما طولش، انا سعيد بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا اتشرف ان الرئيس هو محمد حسني مبارك، واتشرف ان انتوا اولاد الرئيس، واتشرف ان انت مصري يا استاذ علاء. بس انا بتكلم طبعا، بس بتكلم بصفه شخصيه. انا عارف مبارك شاب، او يعني شاب ومواطن مصري. شكرا يا استاذ علاء. كواحد مصري مش بتكلم كابن رئيس جمهوريه ولا انا عارف يا استاذ علاء، وبشكرك على شعورك الطيب ده، واعتقد ان انت كلماتك دي كانت جوه كل قلب شاب مصري وفتاه مصريه وسيده ورجل وطفل. اعتقد كل الناس اللي كلمتني استاذ علاء مبارك قال كل
اللي احنا كنا قاعدين هناك يا كابتن سعد، معلش ازود حاجه، قاعدين في الفندق هناك وسامعين المكالمات، كميه التليفونات اللي جايه، الحق ده فيه مش عارف ايه، الحق ده فيه سيدات، الحق ده بنت مش عارف مين اتكلمت ماشي، الحق ده فيه ناس قاعدين في على ارضيه الاتوبيس، الحق ده فيه ناس مستخبين عند ناس سودانيين، واحنا قاعدين طبعا عمالين نكلم الجماعه، يا جماعه اعملوا حاجه يا جماعه. حتى سترايس قال لك يعني، ما في الاخر قال يعني، والتصريح طلع يعني، لو ما فيش امكانيه يعني احنا نساعد ان الاخوه مش هيقدروا، يعني مش معقوله بقى نبعت بقى يعني نعمل بقى زي الجزائريين، هم بعتينا انا اقول لك واحنا ماشيين في المطار يعني. دي نقطه اخيره، شفنا طياره سي 130 طياره حربيه طجريه جزائريه، فانا بس اللي دول قالوا هم جايبين وقاعدين على الارض بقى، المجموعه اللي هيركبوا مش بقى مش ركاب عاديين، قاعدين كده تحس ان دول عساكر قاعدين مصروصين ومحاوطين بالامن. ده حوالي اكتر من 30 طياره حربيه. مصر تعمل كده؟ ما احنا كان ممكن نقول طب انتوا بقى العمليه كده، نبعت بقى نقعد بقى اهالينا واخواتنا وفنانيننا، ونبعت بقى نبعت بطياره سي 130 مشجعين من اللي بيلبسوا تيشيرتات وكده وياكلوهم بقى. ما احنا اصل العمليه احنا بس هي مش عمليه مش ارهاب بقى ولا بالظبط. هي مصر بتعمل دي رياضه يا جماعه، دي رياضه، ورياضه بريئه من كل اللي عملوه الجزائريين في السودان. في فرق بين رياضه، في رياضه احنا نلعب رياضه، واحنا وقفنا والله يا كابتن سالم بعد الماتش، انا وقفت وقفنا كلنا في مصر، سقفنا لمنتخبنا، وقفنا سقفنا لعيبه في النهايه دي كوره من المونديال، سقفنا ونزلنا قعدنا معاهم فوق اللبس، يا جماعه خلاص يا جماعه معلش، ربنا ما ردش، انتوا عملتوا مجهودكم خلاص، ربنا مش كاتب لكم المونديال خلاص، ودي رياضه، وانتوا كاسبين اربع ماتشات ورا بعض، وكاسبين زامبيا وكاسبين رواندا وكاسبين الجزائر في مصر، ولاعبين مباراه عاليه خلاص، برافو عليكم، ونشجعهم ونأيدهم ونقف وراهم ونأيد الكابتن حسن شحاته، ونركز بقى في البطوله اللي جايه في يناير، ونقف ورا الفرقه يا جماعه خلاص. انما نقابل بقى بكل العداء وكل، طب الله، طب احنا خسرانين وبنشجع، مول مبروك، تضربوا في اتوبيساتنا وتضربوا في الاطفال وتضربوا في السيدات بالطوب والسنج، احنا فين يا جماعه؟ يعني اخلاق الفرسان يا استاذ علاء، خلاص يعني لازم يبقى في كده خط نقف نص نهائي. اخلاق الفرسان يا استاذ علاء، لما يكون معايا سيف واللي قدامي معهوش سيف بديله سيف تاني من عندي عشان يبارزني، دي اخلاق الفرسان. مين ما هو في كم السيدات والاطفال لو تحصرهم اللي طلعوا كتير. انتوا الستات كلها ناس بنات وسيدات بيعيطوا وناس خايفين، حتى مش شرط ان انا يعني اقطع ادخل انعاش، انما العمل النفسي يعني بقى في طفل واطفال وستات قاعدين وبيترعشوا مرعوبين نفسيا، ما دي 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 دي, دي في حد ذاتها جرم يعني. مش لازم افتح لك راسك ولا ما اعمل لك قتل عشان يبقى الجرم تم. لا وبعد كده ده انت كمان كسبان. قلت عليك انا اسف، طولت عليك. لا يا استاذ علاء، ده انت كمان كسبان يا استاذ علاء، ده انت مش خسران، ما لو خسران كان حصل ايه؟ بالظبط. لا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل كابتن كده، يعني دي مباراه كوره، واحنا انا اسف يا استاذ علاء، انا عايز اقول لحضرتك بس احنا ياما فرحنا وياما سعدنا، فالناس ما تزعلش، ما تقعدش بقى نسوي التشكيل. لا كابتن حسن، كابتن حسن عمل اللي عليه، والراجل يعني جاب بطولات كبيره، فانا بقول له على هوا شكرا يا كابتن حسن، وشكرا لافراد المنتخب كلها، ولازم نقف وراهم ونشجعهم ونقول لهم يعني انتوا اسعدتونا وانتوا يعني اخواتنا وحبايبنا. استاذ علاء انا اسف، انا عايز يعني اقول لك الباقي في حياتك في محمد يعني، ورغم احزانك ودائما ورا منتخب مصر، دائما ورا فريق المنتخب المصري بيفرح مصر، انا بقول لك الباقي في حياتك. شكرا كابتن، شكرا استاذ علاء مبارك.